السلام عليكم ومرحبا بكم في الوصفات ملكة. مرحبا بالناس جداد وبالقدام معنا في القناة. جمعة مباركة باش ما تمنيتو ان شاء الله. الفيديو غادي نسجلوه الجمعة ولكن ما غاديش تشوفوه ان شاء الله حتى السبت في الصباح مع 10 ديال الصباح او لا لحد الفيديو. اليوم موضوع جديد ان شاء الله اللي كيهم بزاف ديال الشباب. كنشكر بزاف الناس اللي دخلوا عندي جداد في انستغرام وفي القناة. قلتوا لي امتى غادي يكون هذاك القانون ديال الكونترادات ولا ديال العقود الخدمه في ايطاليا. هذا الشيء اللي غنشارك معكم ان شاء الله. الخدايم اللي كاينين حاليا والكونترادات اللي كاينين حاليا وموجودين. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. الا بغيتوا تدخلوا انستغرام ديالي سميتو كيوتش ولا وصفات ملكه غادي نثبتوه لكم في التعليق وفي صندوق الوصف. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. الا كيهمكم الامر خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. خليكم معايا كما قلت. اول حاجه غادي نجاوب على وحده كتبت لي في التعليق، واش ماني المخبازات كيديروا الكونترادات؟ حيت قالت لي الراجلها خدام عنده ووعدوه باش يديروا ليها يدير ليها الكونترادا. يا اختي يديروا هما لي المخبازات، هما لي الريستورات، هما لي القهاوي، هما لي المحلات. اي واحد يقدر يدير لكم الكونترادا غير انا كنت قلت لكم الفلاحه ولا الناس اللي خدامين عند الشراف، يعني عند الناس الكبار. حيت هذيك الخدمه كاينه بكثره وكيبغيو بزاف في العرض، حيت ما كيبغيوهاش ديك الخدمه ما كيبغيوهاش الطليان. داكشي علاش هما كيخدموا بزاف العرب، بحال مثلا الريستورانت ولا كاميريري. هذيك كيبغيوها الطاليان، كيبغيوها الشباب ديال الطاليان مثلا، ما كيبغيوش تمر بحال الفلاحه ولا بحال يخدموا عند الناس الكبار، يهزوهم يبدلوه ليهم ياكلوهم. يعني كتكون الخدمه صعيبه وراكم عارفين. ولكن كاينين بعض الجمعيات مثلا كيخدموا البنات، كيخدموا البنات كل الصباح. بحال مثلا البلديه كتشد واحده العادات ديال البنات، كل الصباح كتصيفطوهم عند الشرف باش مثلا يبدلوا ليهم. كتصيفط ليهم جوج البنات في الديور مثلا اللي فيهم دوك اشخاص الكبار اللي الواحد ما يقدرش عليهم، حيت خاص تهزيهم، خاص تبدلي ليهم، وخاص تكليهم، خاص فهمتوا. كيصيفطوا جوج العيالات كيتعاونوا على داك الشخص حتى كيبدلوا ليه مثلا في الصباح، يغسلوا ليه، يلبسوا ليه الحوايج، يعطيو ليه الفطور، ينوضوه، يحطوه في الكروسه، عاد كيمشيو يمشيو عند شي حد اخر. يعني كيديروا بزاف ديال اشخاص يمشيو عند شي حد اخر، يمشيو عند شي حد اخر، كيفيقوا معاه 7 ديال الصباح حتى 12 عاوتاني كيرجعوا عند هادوك كيبدلوا ليهم عاوتاني، كياكلوهم وتيشربوهم وتينعسوهم حتى السبعة ديال العشية عاوتاني كيرجعوا عندهم. يعني كيمشيو ثلاثة ديال المرات في النهار باش ياكلوا هاد الناس الكبار باش يبدلوا ليهم باش وديما كيكونوا جوج د العيالات. اما بالنسبه لهذوك اللي كيبقاو 24 ساعه على 24 ساعه ما تيبقى، يعني ما كيكونوش جوج، كتكون غير وحده. انت مثلا كتاخدي هاد الخدمه كتبقاي، ولكن هاد الجمعيه كتكون حسن حيت كتخدمي مثلا عند الدوله وهما طيصيفطوك عند الناس الكبار وكتكونوا ديما جوجات وكتعاونوا على داك الشخص. هذه من الجهه. والجهه الثانيه بحال مثلا الخدمه ديال الكامبانيا ولا الفلاحه ديما كاينه دابا حاليا كاينه في الصيف. ان كاينه لافروتا في هذا الشهر 8 دابا بداو، قبل الشهر 8 بداو في بوعويد، بداو في بوعويد، والشهر 9 غادي يبداو في التفاح. ومن بعد ملي غادي يساليو كاع لافروتا اللي عندهم، من بعد كيحرطوا الارض، كيحرطوها وتيغديوها، تيديروا ليها المواد الحفيظه. من بعد ملي كيساليو من هذه الخدمه هذه كيبقاو يقطعوا الاشجار بحال اشجار ديال بوعويد وديال التفاح ولا اشجار اللي كاينين في الكامبانيا، كيقطعوهم باش ينقيوهم، ماشي كيقطعوهم كاملين، غير كيحيدوا ليهم الجناب باش ينقيوهم ويصوبوهم ملي كيساليو من هذه الخدمه. من بعد عاوتاني كيقطعوا في الحطب اللي الناس غاديين يسخنوا به ديورهم في البرد، كيقطعوا الحطب، الحطب حتى هذيك الخدمه كيحتاجوا بزاف ديال الناس. هادو هما كما قلت لكم الخدايم اللي كاينين حاليا وهاد العقود اللي كاينين. يعني الا لقيتوا شي حد مثلا اللي كتعرفوه يديروا لكم الكونترادا باش تصوبوا الوراق ديالكم.
يعني قدر كما قلت لكم ماشي غير الفلاحة، ماشي غير الناس اللي كيخدموا، الناس الكبار، اي واحد يعني كيشوف فيك شي حاجة مزيانة يعني غادي تنفعوه في الخدمة وعجبتيه وداك الشي، او لا عجبتيه هذاك اللي صيفطتي ليه مثلا شي واحد ديال الثقة، تكون فيك غير المعقول، يشوفوا فيك يعني بغيتي تخدم على راسك وتبغيتي دير المستقبل ديالك وبغيتي دير شي حاجة تبين لهم باللي انت باغي تخدم، باغي دير شي حاجة في حياتك، باغي تعاون، ما بغيتيش دير المشاكل. كما قلت لكم الطليان من اللي كيشوفوا فيكم المعقول وكيشوفوا فيكم أغارس أغارس يعني النشان النشان، ما عندك لهك لهك تمشيوا معاهم النشان، حتى هما كيمشيوا معاكم في الخط حتى النهاية، كيوقفوا معاكم حتى النهاية وعمرهم ما يتخلوا عليكم كما قلت لكم إلا شافوا فيكم المعقول والنشان وأغارس أغارس. كنتمنى إن شاء الله. بغيت نجاوب لواحد البنت أخرى كتبت لي أمها كاينة في الطليان واش عندها الحق باش تجيبها، تجيب بنتها من المغرب. ماما كتقدر تجيبك من المغرب إلا كان عندك قل من 18 عام بواحد الطريقه اللي غادي يعني معروفه، يعني ديك الطريقه اللي كيجيبوا بها العائلات ديالهم. مثلا ماما خدامه وعندها الكونطرات ديال الخدمه، عندها السكن يعني صالح، عندها الدار مثلا وعندها داك الشيء اللي كتخلص يعني غادي يكفيكم نتوما بجوج، غادي دير لك الدوموند، ولكن قل من 18 عام غدير لك الدوموند وتجيبك، يعني غادي دير الدوموند لبنتها وغادي تجيبها، يعني بحال هذاك الضمانه بحال داك القانون اللي كيجيبوا به هما العائلات ديالهم. اما الا عندك الا انتيا فايته 18 عام راه ضروري خاصك شي كونطرادا ولا شي عقد بحال هذا دابا اللي ذكرتو في هذا الفيديو، هذا الشيء اللي هضرت عليه في الفيديو. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم، الا عجبكم ما تنساوش اللايك وتبارطاجيو مع اصدقاء ديالكم وتخليونا رايكم في التعليقات، راني كنقرا التعليقات كاملين وكنجاوب في انستغرام اي سؤال يعني طرحتو عليا غادي ندير عليه ان شاء الله الفيديو باش كلشي يستافد. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو كما قلت لكم. مرحبا بالجميع، مرحبا بالناس الجداد وبالقدام معنا في القناه. هذا الشيء اللي كاين، يعني هذا هو الفيديو ديال اليوم كما قلت لكم، وشكرا، الى اللقاء. وانستغرام ان شاء الله غنخليه لكم في الصندوق الوصف وغنثبتوه لكم في التعليقات.